الركن الثالث من أركان الإسلام. ركن أساسيو ركن إسلامياتي. إيتاء الزكاة. الزكاة بدي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ شما بيخبري ما صلى الله عليه وسلم قلت الزكاة بدي لنقول الزكاة. لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة. شونك الزكاة مالك معين تهل داني دا. بمقدار معين. ومعين أقويها يا في طويها يا. في زمن معين. وقتك معين تهل. إلى أصناف ثمانية فقط. حيشت مبرا تهل داني دا. إذن الزكاة لابد فيها من هذه الضوابط. جريكي أن بزاف الزكاة إجوان شرطات دهنا. يعني الذي يأخذ الزكاة ويعطيها لولدي مثلا أو لزوجتي هذا لم يؤتي الزكاة. مثلا إنسان الزكاة هل ده بدأ كري خو يا ده بدأ جناخو دمك يوي زكاة نداه.